نظافة الإنسان علامة الإيمان، ننظف اليدين والوجه والعينين. نظافة الإنسان علامة الإيمان، ننظف اليدين والوجه والعينين، ونفرك الأسنان بالحب والحنان، فينشط البدن في المظهر الحسن. نظافة الإنسان علامة الإيمان. نظافة الإنسان علامة الإيمان، ننظف اليدين والوجه والعينين. نظافة الإنسان علامة الإيمان، ننظف اليدين والوجه والعينين، ونفرك الأسنان بالحب والحنان، فينشط البدن في المظهر الحسن. نظافة الإنسان علامة الإيمان.